عليكم ومرحبا بكم في مملكة ياسمينة للنواعم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد لدعم القناة على المواصلة. اليوم رايحين نديرو شخشوخة الشواط. هذه الشخشوخة معروفين بها الناس مسيلة والسكان المجاورين لمسيلة رايح، وهي كاين انواع من هذه الشخشوخة. ديجا شخشوخة الشواط وفيها انواع. اليوم راح نديرو نوع من الانواع، هي ما تجيش بالدجاج، ما تجيش باللحم، راح تجي غير بالبصل. راح نشوفو كيفاش نديروها. راح نبداو اولا في العجين. العجين راح نديرو 3 كيسان دقيق، نحتاجو كمية من الماء الدافئ ونحتاجو الملح. راح نبداو في الطريقة على بركة الله. نديرو 3 كيسان دقيق تاعنا، بسم الله. نديرو الملح، حوالي ملعقة صغيرة من الملح، هكذا ملعقة صغيرة من الملح. نخلطو الملح تاعنا مع الدقيق، هكذا، وراح نبداو نضيفو في الماء. يعني هي عجينة سهلة. وراح نلمو العجينة تاعنا، هنا مازالت مغصوصة شوية ماء، راح نضيفو لها كمية فقط قليلة من الماء. الشخشوخة هذه يعني معروفين بها الناس مسيلة والمجاورين بها بسعادة ومجاورها، وهي ديجا أنواع يعني تحتاج وتجي حارة، يعني تتميز هذه الشخشوخة أنه لازم تجي حارة. هكذا ندلكو العجينة تاعنا، يعني مازالت محتاجه شويه ماء، نضيفو لها فقط القليل. يعني الماء ما فيهش كميه محدده، لانه نوعيه الدقيق تختلف من نوعيه لاخرى. كاين دقيق اللي يشرب ثمثم يعني بسرعه، كاين دقيق اللي ما يشربش بسرعه. راح نضيف صديق، يعني على حسب نوعيه الدقيق. هكذا ونلمو العجينة تاعنا. هكذا هو شكل العجين اللي تحصلنا عليه، يعني هذا هو شكل العجين اللي راح نتحصل عليه. راح نقسمها على زوج، نديروها على شكل دوائر. بعد ما فتحت العجينة تاعي على شكل دوائر، راح نبداو نطيبو فيها مباشرة. نحكمو الحبة الأخرى، الكرة الأخرى نغطوها. راح نفتحو العجينة تاعنا هذه. بعد ما فتحنا العجينة تاعنا من جهة أخرى، أنا هنايا اللي عنده طاجين هو من الأحسن هي تطيب على الطاجين. اللي عنده الطاجين يطيب على الطاجين، واللي ما عندوش الطاجين يعني يطيب على المقلة. هنا المقلة تاعنا لازم فقط تكون سخونة فقط، يعني لما نحطوهاش على، يعني الطاجين لازم يكون سخون والمقلة تكون سخونة. راح نحطو العجينة تاعنا، وراح نثقبوها بالفرشيطة. الفرشيطة هكذا، نثقبوها مليح. هكذا ونخلوها الطيب. انا بعد ما طيب العجنتين على الجهتين وتحمر، راح نولي لكم. بعد ما طابت القرصة تاعنا، راح نحكمو
نقسموها، يعني هو كاين فرشتها بالمهراز ويديروها هكا صغير، هكذا صغير يعني كامل جي صغيرة. بصح انا راح نعاون بالخلاط الكهربائي، راح نقسمها ولازم تكون هي سخونة. راح نعاون بالخلاط الكهربائي هكذا، هكذا ونغطي هكذا. بعد ما درناها في الخلاط راح نرحوها فقط، ماشي بزاف، على الشكل اللي وريته لكم. يعني هكذا، هذا هو شكل العجينة تاعنا. راح فقط نسرع المهمة بالخلاط الكهربائي، يعني ما عندناش حنا نروحوها هكذا، والحبة هذو اللي بقاو لنا كبار راح نكملو نديروهم بيدينا، يعني هي تكون على هذا الحجم. هذا هو حجم الشخشوخة تاعنا، اللي كبار راح نفتحوهم بيدينا هكذا. كيما كاين اللي يديرها في المهراز هكذا. انا راح نكمل الشخشوخه تاعي ونتلاقاو ونشوفوها، نشوفوا المرق. المرق تاعنا واش راحين نحتاجوا فيه؟ راح نحتاجوا كميه من البصل، الشخشوخه تاعنا هذه تحتاج البصل، تحتاجوا كميه من البصل تكون مقطعه هك، يعني صغير صغير، ماشي نسكرفجوها، ماشي نفرموها، تكون مقطعه هكذا، يعني شخشوخه الشواط تجي بهذا البصل. وتحتاج البصل كميه كبيره. نحتاج زوج سنينات ثوم، نحتاج طماطم المصبره، كميه من المعدنوس للتزيين في الاخير، نحتاج الفلفل هذا يكون مرقد، نحتاج عصره ليمون ولا 2 مكعبات ليمون. انا هنا الليمون كنت عصرته ومديرته في المجمد، لان الشخشوخه هذه يعني بنتها انه تجي حاره. واش نحتاجو كالبه في البهارات؟ نحتاجو راس الحانوت او الفواه، نحتاجو الكركم، نحتاجو البابريكا او الحار الاحمر، ونحتاجو فلفل حار احمر، ونحتاجو الفلفل الاسود، ونحتاجو كميه من الملح. يعني الشخشوخه هذه ما تحتاجش الدجاج، يعني الا انه كاين مناطق كيما الشخشوخه المسيليه يديروها بالدجاج، مي كاين مناطق يديروها بلا دجاج كيما حنا نديروها بلا دجاج. راح نشوفوا الوصفه كيف كيف. هنا في طنجره ديجا درت كميه من الزيت في الطنجره، اكيد لازمتنا الزيت. راح نضيفوا البهارات، يعني دائما كما تعودتوا انه نضيف البهارات مع الزيت. ندير كميه من الكركم، يعني الشخشوخه هذه يعني البنه تاع الشخشوخه هذه انه نقطعوا البصل بيدينا ماشي بالمفرمه الكهربائيه. يعني كي نقطعوا بيدينا راح تجينا لذا خير من احسن من انه راس الحانوت او الفواه، الفلفل الاسود. ونحتاجو الحار، يعني الشخشوخه هذه لازم تجي حاره. نضيفو الثوم، سنينة الثوم تاعنا، نسيت هنا ما ضفتش الملح، راح نضيف الملح. نضيفو سنينة الثوم تاعنا، يعني الشخشوخة هذه معروفين بها، المسيلية والنواحي المسيلية. هكذا نديرو سنينة الثوم تاعنا، نخلطو المكونات هذي، راح نضيف كمية من الملح لأني مضفتش الملح، يعني الملح هنايا على حسب الرغبة. هكذا راح نضيف الطماطم المصبرة، هي ملعقة ونص طماطم مصبرة.
يعني هنا اللي الطماطم تاعو نوعيه مش مليحه يعني تكون حامضه يقدر يضيف قرصه من الملح، رشه من السكر عفوا. راح نضيف كميه البصل تاعنا لانه هذه الوصفه الشخشوقه هذه تحب البصل كما كاين اكلات يحبوا الدجاج، كما كاين اكلات يحبوا الدجاج كاين اكلات ما يحبوش الدجاج، كما هذه الاكلات تحب البصل والحار. هكذا ونخليو البصل تاعنا يتبل مليح ونولي ليه. بعد ما تقلل البصل تاعنا، يعني كيفاش حنعرفوا البصل تاعنا انه راهو في تقلى مليح؟ يعني بعد ما نشوفوا البصله تاعنا طلقت ولات مطلوقه راح نضيفوا عليها المرق، يعني ونسخنوا الماء. دائما لازم نضيفوا الماء سخون، لازم ديما نمرقوا بالماء السخون هكذا. نخلطوا مليح المرق تاعنا، راح نقويو للنار، لازم نقويو للنار ونخليو المرق تاعنا يعقد. بمجرد انه يعقد المرق تاعنا، اذا شفناه محتاج طماطم مصبره نقدروا نضيفو، اذا عقدنا وشفنا انه الطماطم كميتها كافيه ما نضيفوش. وراح نخليوه هكا المرق تاعنا يعقد ونتلاقاو ونشوفوه في صحن بعد ما عقد المرق تاعنا كيما راكم تشوفوا. راح نضيفو عصرة ليمون، هنا انا عندي مكعبة ليمون، حنضيف 2 وحنضيف كمية الحار المرقد هكذا، ونضيف القليل فقط من المعدنوس، القليل فقط لانه راح نزينوها بالمعدنوس، نضيف القليل فقط من المعدنوس هكذا ونطفيو عليها هكذا ونطفيو عليها ونتلاقاو ونشوفوها مع الشخشوخة تاعنا في صحن التقديم.